ده جهاز تنفسي، تمام. وده مرض للجهاز التنفسي. هو التحور ليه ان هو دخل على الجهاز الهضمي، ايوه، ان هو ابتدى يتعب المعده، تمام، يتعب الامعاء والقولون، ويعمل نوع من انواع المغص والالم، ماشي، وعدم شهيه للاكل. ده الجديد، ايوه، عدم شهيه للاكل، وممكن تصل الى ان هو يتآيه مجرد ما يشم ريحه الطعام، ودي بعض الـ الـ في مع بعض الناس بزائد حاسه شم والتذوق. هو اصلا مش حاسس بحاسه شم والتذوق، لكن زي بعديها كده يشوف، مجرد ما يشوف الاكل عايز يرجع، تمام او يرفض الاكل. تمام طيب جاي لنا سؤال تحديدا من الاقصر، محافظ الاقصر، تحديدا من الاستاذ عنتر على الفيسبوك، عبيد، استاذ عنتر عبيد تحديدا بيقول فيها: يا ريت استاذ ابراهيم يتم شرح اعراض كورونا الجديده في المرحله الثالثه، لان الميكروب تحور واصبح يشكل خطرا كبيرا عن المرحلتين السابقتين. الناس زي ما حضرتك قلت واكدت عندها وعي. المرحله الثالثه ولا المرحله الرابعه، الناس يعني تعرف ده ازاي؟ نحن في المرحله الثالثه او المرحله الرابعه، وايه الفرق بين المراحل كاعراض دكتور؟ يعني نيجي حضرتك واحد ما خدش كورونا خالص، او خد كورونا قبل كده، ايوه، وابتدى يحس بيها. ابتدى يحس بايه؟ لو نزل برد بسيطه مش هيسال فيها، لكن بيجي بمغص، يجي بشويه اسهال، ايوه، شديد، رفضه للاكل، يقول لك انا نفسي مسدوده، او مش طايق الاكل. حاسه الشم والتذوق دي من الاول، ايوه، تكسير وهمدان الجسم دي من الاول، بس بقى اقل حديه من الجائحه الاولى. الجائحه الاولى كان تكسير وهمدان الجسم، تمام، وال طيب، وال 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 انهناك القوه النفسيه بتاعت الجسم كان اشد بكتير قوي قوي، دي بتعمل اعراض، لدرجه ده ما قدرش يقوم من على السرير. طيب نروح البحيره.